بنيامين نتنياهو يختلف أنه يحاول أن يخوض صراعا مع الزمن من أجل تكريس أمر واقع سلام، وبالفعل هي نعم، معنية جدا بكافة هي المخططات. وضوح رؤية وإعادة تصويب لبوصلة الصراع. يعني حكومة بنيامين نتنياهو تحاول أن تضع الصراع في مساره الحقيقي، وهو صراع ديني عقائدي. الصراع ليس صراعا سياسيا فقط، وإنما جانب كبير من هذا الصراع هو صراع ديني عقائدي، حضارة ضد حضارة، دين ضد دين، شعب ضد شعب. هذا هو المنطق الحقيقي للصراع. وهكذا تحاول حكومة بنيامين، يعني بتحاول الحكومة الإسرائيلية تصويب هذا الصراع باتجاه يعني بعده الحقيقي، وهو ليس صراعا سياسيا فقط، وإنما صراعا دينيا أيضا. وكان موجودا يعني بأي عقلية، هو موجود بأي عقلية إسرائيلية، ولكن بصورة أوضح. بصورة أوضح اليوم يعني نعم. يلمسه كافة المسلمون والعرب في هذه الأرض. شيخ، هل بدأ فعلا ما تحدث به السيد حسن عبد القادر هو الصراع الديني عندما بوضوحه طبعا عندما ضم الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل وأيضا مسجد بلال بن رباح في بيت لحم إلى ما يسمى أو ما يعرف بالتراث اليهودي، وضوح بالرؤية الإسرائيلية؟ الحقيقة يعني هذا تأكيد على ما ذكرته، أنه عندما سقطت الأعمدة الثلاثة للمشروع الصهيوني بدأوا الآن يبحثوا عن تاريخ. نحن نعيش في مدينة القدس وفي فلسطين الصراع الديني الصارخ على بشكل واضح، وهذا ما تعززه هذه الحكومة التي سميتها أنا الحكومة الأكثر جنونا في حكومات إسرائيل. أنا في نظري أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ أن قام المشروع الصهيوني لا تختلف في أجندتها، إنما تختلف في أساليب تنفيذها لفكرتها ومشروعها. هذه الحكومة هي الأكثر جنونا والأكثر تهورا في وأكثر وضوحا في مشروعها التلمودي اليهودي التي ستجر المنطقة إلى صراع ديني. وهذا أيضا ما أكدته وزيرة الخارجية السابقة سيفني عندما قالت هل نحن مقبلون على صراع ديني في المنطقة؟ أنا أقول لها نعم، نحن مقبلون إذا بقيت هذه العقلية التي تقوم على إلغاء الآخر والتي تقوم على تزوير التاريخ وتزوير الحقائق، تزوير الجغرافيا ومحاولة طمس هوية الإنسان. نحن مقدمون على مرحلة في مدينة القدس وفي الضفة الغربية وفي فلسطين كلها، على مرحلة لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى. طب يعني الآن هل هو تعتقد مقدمة لما يحدث بالمسجد الأقصى المبارك؟ يعني اقتراب وكثرة الأعياد خلال الأسابيع القادمة اليهودية، يعني لربما يكون هناك تصاعد أيضا كما نشهد في كل عام للجماعات اليهودية المتطرفة والمحاولات المتكررة لاقتحام والسيطرة لربما على بعض أجزاء، هكذا يتحدثون. وتحدثوا أيضا شيخ بأنها هذه المرة ستختلف اختلاف كلي عن سابقاتها. نعم، أنا أعتقد أن هذه المرة ستختلف عن سابقاتها من المحاولات العديدة، وأنا أؤكد على أنه المسجد الأقصى يعيش خطر. المسجد الأقصى يعيش خطر كما تعيش كافة المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين في خطر، كما يعيش المواطن المقدسي والمواطن الفلسطيني في خطر. وأنا أعتقد أن في ظل هذه العقلية المتخلفة والعقلية التي تقوم على إلغاء الآخر، لا سمح الله سنرى في لحظة من اللحظات أن الأقصى يداهمه خطر شديد لا يعلم مداه ولا يعلم قوته إلا الله سبحانه وتعالى. أنا يعني أريد أن طب عفوا للمقاطعة، ما رأيك بالتصريحات الأخيرة التي تحدثت من قبل هؤلاء الجماعات اليهودية المتطرفة وأيضا من قبل عدد كبير من المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية بأننا لا نريد السيطرة على قبة الصخرة وما يفسر بالمسجد الأقصى والمسجد القبلي، وإنما نحن نريد المشاركة في باحاته وساحاته؟ طبعا هي مقدمة، هذه التصريحات وهذه المادة الإعلامية التي يقوم بها هؤلاء الناس، هذا لا يمكن أن نصدقهم ولا يمكن أن تطمئن إليهم قلوبنا وعقولنا. ما جرى في المسجد الإبراهيمي في الخليل عندما في بداية 67 الآن يقوموا على إغلاق المسجد الإبراهيمي في أعيادهم ويمنع المصلون المسلمون من دخوله. هذا ما سيجري في المسجد الأقصى المبارك لا سمح الله
إن تمكن هؤلاء الناس من فرض واقع على المسجد الأقصى المبارك. وأنا أريد يعني الفكرة التي وقفت عندها، الأخ حاتم قال نحن نعد العالم العربي والعالم الإسلامي وأخواننا بالصمود والثبات، وأنا أؤكد على هذه، ولكنني أقول نعدكم بالنصر بإذن الله تعالى، لأنه هذا الظلم، هذا الظلم التي استشرى على فلسطين لابد له من زوال، لابد له من ذهاب، لابد له من ضياع. هذا ظلم لم تشهده البشرية، أن يحارب الإنسان بنفسه بجغرافيته بتاريخه بوجوده بلقمة عيشه، هذا بداية زوال الظلم. يعني المسجد الأقصى ما نشاهده بشكل يومي في كل الصلوات، عندما يقف الشرطي والجندي الإسرائيلي ليدقق في هوية الداخلين ليتعبدوا، هذا لم تشهده البشرية ولم نشهده في كل معابد الدنيا. ومن يتحكم بصلاة الفجر، نعم، بفتح الأبواب وإغلاق الأبواب، المحتل، نعم، الإسرائيلي، وسحب الهويات أيضا واحتجازها عند الاحتلال الإسرائيلي، ومن يقف على الأبواب الرئيسية للمسجد الأقصى المبارك. ولكن مع كل هذه الخطوات سيد حاتم، يعني لم ترتقي المواقف إلى مستوى ما يدور ويحدث في مدينة القدس، حتى على الموقف الفلسطيني أين أنتم يعني فيما يتعلق بالمجلس الثوري، في حركة فتح، حتى الفصائل الأخرى؟ يعني من خرج لنصرة القدس هم فقط المحاصرون في قطاع غزة. يعني بالتأكيد لا يمكن أن ننكر أن هناك دور للفصائل الفلسطينية في مدينة القدس، خاصة أن هناك نوع من التنسيق بين كافة الفصائل، بمعنى أنه كل الفعل الميداني على الأرض كل هذا من الفصائل وليس من السلطة، يعني السلطة لا علاقة لها بهذا الفعل، ولكن نعم بالقدس أتحدث. القضية يعني الأخرى عم بتحدث في مدينة القدس من حركة فتح وحركة، نعم نعم، هي المسلمية حماس والفصائل، هي جهود يعني معظم الفصائل، نعم، هي التي تقوم بالعمل الميداني سواء في حماية المسجد الأقصى المبارك أو في من خلال محاولات صد أي اعتداءات يعني للشرطة الإسرائيلية في أزقة البدا القديمة أو في محيط القدس بصورة عامة. ولكن بتأكيد هناك ركود في الضفة الغربية، سبب هذا الركود أنا بحمل الحكومة المسؤولية، الحكومة غير معنية بتصعيد الأوضاع، الحكومة تمنع المظاهرات خاصة عند الحواجز. ولكن سيد طياد يعني حذر في تصريحاته الأخيرة وتحديدا في مدينة الخليل بأن يكون هذا المشروع ما حدث في الخليل وبيت لحم مقدمة للسيطرة أكثر على المسجد الأقصى أو مدينة القدس. يعني يحذر، ولكن يعني ليس مهما ما يعني ما يصرح به سيد فياض، يعني مهم ما يفعله على الأرض. أنا أرى أنه ما يفعل على الأرض أو ما يجري على الأرض هو تقليم لأظافر المقاومة، إحباط أي هبة شعبية فلسطينية، سكب ماء بارد على كل البؤر الساخنة. ولكن الحكومة يعني لا أحد يعني هي تنفيذية، ويعني فيما يتعلق بتقديم الخدمات لكل المواطنين هي ليست الغربية، الموقف السياسي هي ليست تنفيذية. منظمة التحرير لا يوجد منظمة تحرير، نضحك أحيانا يعني من القيادة منظمة التحرير ما في حدث بهذه الطريقة. لا لا أوكي، في حكومة، الحكومة عم بتمارس مش فقط برنامج خدماتي، بتمارس برنامج سياسي على الأرض في ظل غيبوبة كاملة من كل الأجهزة الفلسطينية. من يتحكم على الأرض هو رئيس الوزراء، ليس فقط يتحكم بالرواتب والصحة والتعليم، أيضا يتحكم بالأمن، يتحكم يعني بالوضع الميداني، يتحكم يعني في كل ما يتعلق بالعمل الميداني على الأرض. ولذلك هو يقوم بإحباط يعني كل الجهود، هو يريد يعني مظاهرات استعراضية مع الأجانب في بلعين وفي نعلين من أجل وسائل الإعلام، ولكن يعني ليس هناك توجه لدى السلطة الوطنية الفلسطينية لبلورة يعني انتفاضة شعبية فلسطينية تكون قادرة على الرد على إجراءات الاحتلال. هذا أولا. ثانيا يعني الانقسام الفلسطيني، يعني الانقسام الفلسطيني بالنسبة لنا مشكلة، يعني لا يمكن توحيد أي يعني خطة سياسية أو خطة رد